الاختيارات. انا يعني حضرتك قلت في الاول يمكن حاجه تسعدني طبعا ان يبقى في، ودي حاجه مهمه جدا، انت رايكم وراي الشارع مهم جدا بالنسبه لي على فكره. اوعى تفتكر ان انا بفكر في حته تانية خالص، لا يعني بفكر باحساس الفني انا وجهازي، والرغبه المهمه او للصالح العام. الاختياراتنا زي ما انت قلت ان في ما فيش اختلاف كبير على الناس اللي موجوده، خاصه في ظل المستوى الفني اللي احنا شفناه من خلال الدوري ومن خلال اللعيبه اللي في الخارج. يعني وفي نفس الوقت انا بقول مع الاصابات اللي حصلت المهمه جدا، يعني محمد صلاح وزيزو ومحمد الشناوي ورمضان صبحي، من وجهه نظر الاختيار انا بتكلم اللي كان هينضم، وياسر ابراهيم، اعتقد لعيبه مؤثره جدا جدا يعني. ومع ذلك يعني انا راضي على المجموعه اللي انا اخترتها، ومتهيألي من وجهه نظري دي الافضل. ولو سالنا حضراتكم يمكن في اختيارات قبل كده للمنتخب كان ممكن الناس تختلف فين فلان فين بتاع، لكن بتهيألي قلت الحته دي نتيجه ان احنا في توافق يعني من وجهه نظر يعني. انا اختياراتي يعني جت من خلال رؤيتي الفنيه، من خلال المستويات اللاعب قدامي بيلعب فين، ما بيلعبش فين، في انهي نادي، تحت درجه تانية درجه فوق. لا هو ده اختياراتي اللي انا مقتنع بيها انا وجهازي. الرؤيه للفتره اللي جايه ان شاء الله كل اللاعبين المصريين سواء محترفين او في الدوري المصري او في الدرجه تانية او في اللعيبه لسه حتى في الخارج محترفين ما حدش يعرفهم، احنا متابعين جدا كل اللاعبين. في اسامي انتم ما تعرفوش يعني في الخارج محترفين مصريين ان شاء الله متابعينهم يعني. فاللاعبين في الدرجه الثانيه لينا رؤيه في الفتره اللي جايه متابعين، وفي متابعه وفي من خلال الجهاز الفني، واحنا حاولنا نحضر مباريات كتير في الدوري الممتاز مبدئيا. والمرحله اللي جايه ان شاء الله بدي امل لكل اللاعبين ان هم من حقهم، اي مصري معاه باسبور مصري ولعيب مقيد في اتحاد الكوره او متقيد في الخارج، فهو من حقه وليه الفرصه ان يكون متواجد وليه الشرف يكون موجود في منتخب مصر ان شاء الله. فانا بتمنى ان انا الاقي مواهب جديده. وتكمله السؤال لحضرتك المرحله اللي جايه، يعني انا من وجهه نظري انتوا عارفين ان شاء الله الكاس الامم 2025، ثم كاس العالم ان شاء الله بعون الله لو احنا وصلنا 2026. اي فريق لما لو اتعمل عمود فقري ليه لازم يكون في تسلسل في الاعمار، خاصه اللاعبين الاكثر اللي ممكن في تحت مرحله، وقلنا مرحله من 24 سنه ل 26 سنه، والوسط من 27 ل 28 سنه، زائد في المرحله اللي هي اللعيبه اللي هم المهمين جدا اللي هم مؤثرين، اللاعبين اللي هم فوق ال 30 طبعا لازم يكون التوليفه دي لازم تكون بحساب. احنا عاملين حسابنا للمرحله اللي جايه ان لما نوصل 20 ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يكون كاتب لنا ربنا الخير دايما في وصولنا لكاس العالم،